بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا بنفس المواصفات تشريحية، يعني كل أعضاء الجسم بتعمل نفس الوظائف بما فيها قلوبنا. قلوبنا شبه بعضها من حيث الوظيفة وضخ الدم والشرايين والذي منه. وممكن قلب صاحبه يموت في حادثة فينقلوه بعملية جراحية لجسم حد تاني عايش بس قلبه تعبان، عشان يقدر يكمل حياته بالقلب السليم صحيا وتشريحيا. وبالتالي القلوب تشريحيا شبه بعضها وقد تكون متطابقة وسليمة، لكن إنسانيا في قلوب سليمة وقلوب مريضة، حتى لو كانت سليمة صحيا لكنها مريضة إنسانيا. وأتاري أنواع القلوب كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى عددها وفرق بينها في القرآن الكريم. وإذا كنا احنا بالفطرة بنقول إن فلانة دي قلبها أبيض وفلانة التانية دي قلبها أسود، فالقرآن الكريم ذكر أنواع كتير من القلب الأبيض وأنواع أكتر من القلب الأسود، عشان نعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى اهتم بالباطن وباللي جوانا أكتر بكتير من الظاهر. لما نلاقي إنه أنواع القلوب ما بين سليمة ومريضة ذكرت في أكتر من 120 آية أو 130 آية قرآنية، بس بنظرة متفحصة في أنواع القلوب اللي ذكرت في القرآن الكريم بنجد إن القلوب المريضة أنواعها أكتر من القلوب السليمة. ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة اللي جه ذكرها في القرآن الكريم بأكثر من صيغة وأكثر من وصف. على سبيل المثال يعني، وليس الحصر إن هم يعني تقريبا أكثر من 10 أنواع في القلب المطمئن، وده جه في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيه القلب الوجل، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فيه القلب السليم: إلا من أتى الله بقلب سليم. وفيه القلب الرحيم الرؤوف، بسم الله الرحمن الرحيم: واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وفيه القلب الساكن الهادئ، قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. أما القلوب المريضة بقى فهي كتير، اللهم احفظنا، وذكرت في القرآن بأكتر من وصف. يعني على سبيل المثال برضو في القلب الأعمى والغافل والقاسي والمرتاب والغليظ واللي عليه أقفال واللي عليه ران والقلب الزائغ والمنافق وغيرهم كتير من القلوب المريضة، اللهم احفظنا جميعا واملأ قلوبنا بالسكينة والاطمئنان والإيمان. احنا محتاجين يعني ننظف القلب ونهتم بيه قبل ما نهتم بظاهر الأشياء. عن القلب وصفاته هنتكلم مع فضيلة الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي حضراتكم تقدروا تصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. في حديث شريف كلنا يعني نعرفه، معناه بيقول لنا إنه ربنا سبحانه وتعالى دايما بينظر لقلوب الناس مش بينظر لشكلها من برة. والحديث ده الحقيقة بيتطابق مع آيات كثيرة جاءت في القرآن الكريم كلها بتتحدث عن القلب وإيه اللي جوه القلب ده. فضيلة الشيخ محمد عبد السميع، أهلا بحضرتك معانا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات كتيرة جوه قلوب البني أدمين، أحيانا تبقى سليمة وأحيانا غير سليمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. طبعا زي ما حضرتك بدأتي في حديث مشهور عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب زي ما ليه وظيفة حسية زي ما حضرتك أظهرت وأبينت ذلك في المقدمة، وهي أنه بيضخ الدم في سائر جنبات الجسم، له وظيفة معنوية وهو أنه يشع الإيمان في سائر جنبات الجسم. في أشياء محسوسة وأشياء غير محسوسة. الدم اللي بيخرج ده محسوس بيروح للجسم كله، لكن في معاني بتخرج من القلب غير مشاهدة وغير محسوسة يشعر بها الإنسان في نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم
وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هو ده الآية اللي بناخد منها لفظ القلب اللين الهين اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، فكان دائما يقول صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، فيحلف بالله سبحانه وتعالى بوصف رب العزة هو الذي يقلب قلوب العباد. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهم من هذه الآيات والآيات اللي حضرتك ذكرتيها في المقدمة إلى إنه القلب ينقسم إلى قسمين أو نوعين: قلب الإنسان الصالح وقلب الإنسان غير الصالح. ممكن نسميهم القلب الصالح والقلب الفاسد، أخذا من حديث سيدنا النبي أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني إيه القلب الصالح؟ يعني المحب للخير، يعني الحريص على مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني الدائم لذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الذي خلى من الأمراض والأدوية، ما بيحقدش على حد، ما بيغتبش حد، ما بينمش على حد، بيتمنى الخير للناس جميعا، مش بيتمنى الشر لحد. لما يعرف ان حد ربنا سبحانه وتعالى حقق له خير قوم يتبسط، لذلك مش يحقد عليه ولا يتمنى زوال نعمته. كل ذلك انما هو من القلب، انما محله القلب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى السلوك عملي. انا عايز قلبي يبقى لين، اعمل ايه؟ فسيدنا النبي يقول: اطعم مسكين، من اراد ان يلين قلبه فليطعم مسكين. يبقى حريص على إطعام الناس. من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس يتيم. بعض الناس تقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن احنا نمسح على رأس اليتامى من أجل تحقيق لين القلب. أيوة، ما هو ده وصف رمزي، يعني المقصود أنك تكون حنو، يكون بك حنو وعطف ورعاية للأيتام، وتظهر حتى بأنك تمسح على رأس اليتيم. طيب اخد اول اتصال معايا. نهلة. طيب اهلا بك يا نهلة. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. انا نهلة من القاهره. اهلا بيك، اتفضلي. عايزه بس اسال سياده الشيخ على حاجه. اتفضلي. انا معايا ابني 30 سنه مات حبيبي الشيخ، توفى، ومعايا ولد وبنت. وانا كنت كويسه مع مراته، بس مراته هتتجوز، يعني هو حلال الله، بس عايزاني دلوقتي اكتب الشقه، هي الشقه باسم، انا عايزاني اكتبها باسم العيال، وانا مش عارفه اشوف عيالي، عيال ابني واخداهم مني ومش عارفه توريهم لي. مش عارفه اعمل ايه معاهم. واخداهم عشان توافقي تكتبي لهم الشقه، ولا واخداهم من الاول، ولا ايه؟ ايوه واخداهم من الاول، حصل بينا خلاف واخداهم مني من الاول، بقالها يجي 3 4 اشهر. ورحت عشان ازورهم وشتموني وبهدلوني عشان مش عايزة تكتبي الشقة باسم الولاد، يعني يمكن يكون ده السبب. طيب هنرد عليك يا أستاذة نهلة. أم أشرف، أم أشرف معنا؟ طيب تحاول تكلمنا مرة تانية. إيه فضلت الشيخ ترد عليها بإيه؟ طبعا ببساطة ده اختيارها، يعني تفعل ما تشاء، تفعل ما تحب. إذا كانت شايفة أنه كتابة الشقة لولاد ابنها في مصلحة تفعل ذلك، شايفة أنه ما فيهوش مصلحة لا تفعل ذلك. الشرع يجيز للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته ما دام بكامل قواه العقلية، يفعل ما يشاء ويفعل ما يحب. لكن الجدير بالذكر هنا أنها في حالة بعد عمر طويل ليها ولاد ابنها هيرثوا فيها. يعني لو أنها ما كتبت لهمش حاجة النهاردة وعاشت حياتها، وبعدين بعد عمر طويل انتقلت والولاد على قيد الحياة، هيرثوا فيها. يعني لو أن أمهم فاهمة أنه لما جوزها مات كده انقطعت العلاقة اللي بينهم وبين جدتهم، ومش هياخدوا منها فلوس ولا حاجة، وممكن تقول أنه جوزي هو اللي كان بيشتغل ويصرف على أمه، وهو سبب في تركة أمه، وهو اللي كان بيحوش معاها أو بيجيب لها أو زي حاجة زي كده،
فأقوم لما مات العيال كده مش هياخدوا حاجة، لا العيال هياخدوا. عشان عندنا في مصر حاجة اسمها قانون الوصية الواجبة. قانون الوصية الواجبة ده اسمه قانون 46 لسنة 46، بيقول انه لو مات رجل او امرأة في حياة امه او ابيه، ام لما يموت امه او ابوه هياخد التلت، هياخد ولاده يعني الثلث او نصيب ابوهم ايهما اقل. فالحاجة نهلة لو انها ايهما اقل، ايهما اقل، لانه الفكرة جاية من فكرة الوصية الواجبة. ربنا سبحانه وتعالى أيوة يعني انا لو نصيب ابوهم الشقه كلها هما ما ياخدوش الشقه كلها، ياخدوا التلت، ياخدوا تلت الشقه. اه لو نصيب ابوهم الشقه كلها، يعني لو فرضنا ان الست ما عندهاش اللي هو الولد ده بس وتوفيت بعد عمر طويل ومفيش لا اي وارث ليها، هياخدوا او لو الـ 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 الاب مثلا هياخد النص او ثلاث، يعني عنده اخت مثلا وله مثل حظ الانثيين ولاده ياخدوا تلت اللي هو كان المفروض يورثه. لا هو بس في شويه تفاصيل كويس يعني دقيقه هنا. الحاله اللي احنا فيها لو ان الحاجه نهله ما عندهاش الا الابن اللي توفي، ففي حاله وفاتها هيبقى الورثه أبناء الابن، الولد والبنت، في الحالة دي هياخدوا التركة كلها. لكن إمتى ولاد الابن المتوفى بياخدوا التلت أو أقل من التلت؟ لو في ورثة تانية. لو في ورثة تانية. تمام. طيب. هي الفكرة إنه الشرع ما بيحرمش الأحفاد من الميراث، فيبقى جمع عليهم ألم فقد الوالد أو الوالدة مع ألم الحرمان من المال. فأولاد عمهم أو أولاد خالتهم يبقوا وارثين ومستمتعين بمال الجد أو الجدة، وهم مش مستمتعين. طيب. مع ألم فقد الوالد أو الوالدة. طب أنا عايزة رأي حضرتك في منع الزوجة من أنه جدتهم تشوف ولادها، تشوف ولاد ابنها. طبعا احنا ما نعرفش تفاصيل، لكن لا يجوز أنها تمنع جدتهم أنها تشوفهم، لأن دي في مقام أمهم. فلو هي دلوقتي بتمنع ولادها عن أن أمها تشوفهم، يبقى لها أن تمنع جدتهم، يعني ده مكانها زي مكان أمها، مكان الجدة دي أم الأب زي مكان الجدة أم الأم، فهي قطعا ما بتمنعش أمها أنها تشوف ولادها، فبالتالي لا ينبغي لها أن وبالذات تمنع. وبالذات أن الأم مكلومة وابنها ميت طبعاً. ابنها ميت يعني طبعاً. تشوف حاجة من ريحة ابنها حرام والله فضلت الشيخ. بس هو واضح أن في خلافات داخلية، حتى لو إحنا بننصح الآن بأن كل شخص يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فبالتالي الزوجة الكريمة ما تمنعش حماتها من رؤية الأولاد، والحماة الجدة تفعل ما تراه مصلحة للأولاد. أسامة. أيوة. أهلا بحضرتك، اتفضل. طب أسألك على الهوا ولا الوردي؟ أيوة حيك على الهوا، اتفضل قول سؤالك. طب أنا سؤالي، والدتي توفت من شهر وكان دخل المستشفى وحساب كان كبير في العلاج، فانا اولادها دفعوا الحساب، فبالنسبه لها هي بعد كده لما توفت هي ليها شهادات، هل ده قلنا نخلي الشهادات ما نفكهاش دلوقتي عشان فضلها سنه، هل ان ده يبقى دين عليها؟ احنا مسامحين، كلنا مسامحين، ولا مسامحين دفعوا الفلوس يعني. مين اللي دفع الفلوس؟ احنا اولادها. بس دلوقتي الشهادات اللي موجوده دي بتاعتها معاها فلوس هي الحمد لله، الشهادات بتاعتها دي لسه قدامها سنه لما نيجي نفكها. يعني قلنا نستنى، ففي واحد زميل قال لا ده حرام عليكم، ده الدين عليها، لازم تفكوا الشهادات دي وتفرقوا فلوسها الاول. هل ده صح ولا غلط؟ واحنا دين عليها فلوس خرجتها وفلوس المستشفى وفلوس الكلام ده يعني قصدك؟ بس اللي دفعوه اولادها يعني انا واخواتي. تمام. شكرا. الشهادات دي احنا قلنا نسيبها لمده سنه عشان خاطر لو فكناها طبعا هتخسروا فيها. طيب شكرا يا استاذ اسامة، شكرا، السؤال وصل. طيب هي الفكرة انه احنا لازم نرجع لاولادها ونقول لهم يا ايها السادة الكرام، وانتوا بتدفعوا الفلوس لماما وهي راقدة في المستشفى عشان تسددوا حساب المستشفى، انتوا في قلبكوا ايه؟ ونرجع للقلب تاني، في قلبكوا ان ده تبرع لماما، وانه احنا دلوقتي عايزين ماما تنجو من هذه الازمة وتطلع وترجع بيتها معافى وكده، فده تبرع، فبالتالي ما يبقاش دين. محدش يقول اصل ده دين عليها. لا، في واحد منهم كان بيدفع وبيقول انا بسلفهم لماما، وانا عارف ان ماما عندها فلوس، لما ماما تقوم بالسلامه انا هستاذنها ان انا استرد منها هذا المال مره اخرى. يبقى الكلام راجع لنيه خلاص. هي الله يرحمها. لكن احنا بنقول ان الكلام راجع لنيه الدافع. كل واحد هو قال احنا كلنا مسامحين فيها. ما هم مسامحين يعني ايه؟ ما هو ممكن واحد يقول لك انا ليه عند حضرتك 10,000 جنيه بس انا براحتك هاتيهم وقت ما تحبي. مسامح في التأخير،
مش مسامح يعني متنازل. وبناء على هذه التفريعة بنقول لأخونا أسامة الكريم السائل، إذا كان إخواتك كلهم متنازلين يعني دافعين الفلوس كتبرع يبقى خلاص، ويسألوا في ذلك بنيتهم ويحلفوا على ذلك بالمصحف تأكيدا إن أنا كنت متبرع. لا، واحد قال لا أنا كنت دافع وقصدي آخد، اللي دافع وقصده ياخد ده دين على أمه، ممكن يقول أنا مسامح برضو في تأجيل رد الدين لغاية ما الشهادات تعدي عليها السنة عشان ناخدها بأرباحها، مفيش مانع. هو في حاجة اسمها دين على أمه يا فضيلة الشيخ؟ في الست يعني بتموت ومتركبة تحاليل في المستشهدين عليها في إيه؟ أمال مين اللي يدفع لها؟ هي المفروض وهي ميتة بتموت تدفع لنفسها؟ يعني الفكرة هنا إنه ده ماله، دفعوا عن طيب نفس كتبرع ولا دفعوا عشان يستردوا؟ طيب هنطلع فاصل، دي ذمة مالية ودي ذمة مالية تانية، وارجع افنط الحتة دي لأن الحتة دي عايزة أبلعها كده. فاصل ونعود. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. طيب اللي انا فهمته من فضيله الشيخ انه لو واحد دافع 100,000 في المستشفى وحب يستردهم بعيدا عن الورث، يعني الورث ده يبقى في قصه تانية غير ال 100,000 بتوعه اللي هو دافعهم وعايز ياخدهم من حقه، صح كده؟ يعني احنا عايزين نوصل للساده المشاهدين فكره بتقول انه كل واحد بيدفع الفلوس في نيته ايه؟ اللي بيدفعهم وفي نيته تبرع خلاص مش هيقول مش هيستردهم، لا هو هيطالب ولا احنا هندهم له. وبالمناسبه ده هيبقى ثوابه اكبر بكتير بس من اللي دفعهم واستردهم. طبعا. لكن لانه الشرع جاء بانه كل واحد له ذمه ماليه منفصله، ولانه الحاله اللي معانا الست معاها فلوس الحمد لله والشهادات في البنك، وهيجي بعد سنه هيحول عليهم الميعاد بتاعهم وهياخدوا فلوس وارباح، وممكن يكون ولادها دول باعوا اشياء او اتدينوا او حصل لهم ضوائق ماليه عشان ينجوا ماما ويدخلوها المستشفى، خصوصا لما حضرتك يعني نلاحظ انه الان المستشفيات في واحد يخش فيها يقعد 10 ايام يدفعوا له 300-400,000 جنيه وبعدين يخرج متوفى. فالفكره هنا بتقول انه الحقوق الماليه طالما انه في زمن ماليه مختلفه المفروض ان كل واحد فلوسه ترجع له. فاللي هيقول انا دافع وقصدي استرد هنقول له كلامك مسموع، بس احلف ان انت دافع وقصدك تسترد، يعني دافع بوصفه دين على ماما وعارف ان ماما عندها فلوس وهعرف استوفي منها مش هيحصل حاجه، وبالتالي نديله فلوسه قبل ما نوزع التركه. كل واحد منهم يجوز انه يعمل كده لو انه كانت نيته مش تبرع، كانت نيته ان انا بسلف بأقرض ماما عشان تطلع من الأزمة وبعدين أنا عارف إن أنا هعرف أستوفي منها والحمد لله هي مستورة وعندها فلوس. هدى. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة ازيك أستاذة دعاء. أهلا بيك يا هدى، اتفضلي. ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟ اتفضلي. السؤال الأول، أنا عندي مشكلة، يعني أنا دلوقتي تعرضت لإساءة من شخص قريب مني قوي. الإساءة دي سببت لي أذى نفسي. ايوه انا سامحت وغفرت له، بس المشكله ان انا عندي يعني اذى نفسي ان انا مش قادره انسى. كل ما اقعد مع نفسي افتكر لا عمل معايا كذا، عمل معايا كذا، ازاي ان انا انسى. انا سامحت وغفرت بس المشكله ان انا مش قادره انسى. على طول الوسواس شغال في دماغي ان انا ابقى افتكر عمل كذا وعمل كذا وقال لي كذا وقال لي كذا. مش قادره اطلع من المشكله دي، حتى وانا بستغفر انا بصلي بتجي لربنا بدعي. ده مؤثر على علاقتك بيه؟ لا، هي احيانا مؤثر ان انا في مشاكل كتير في يعني في مشاكل ومش قادره يعني انسى. والانسان يعني الانسان ده خلاص انا سامحته وهو بقى كويس وبقى كويس جدا وعلاقته بيا بقت كويسه قوي 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 ويعني وعلاقتنا بقت احسن من الاول بكتير، بس انا المشكله فيا انا مش قادره انسى. حتى وانا بصلي يجي لي بردك وسواس لا انت ده عمل كذا، وافتكر بقى حاجات انا مش عايزه افتكرها بس غصب عني بفتكرها برضه. تمام. والسؤال الثاني، دلوقتي انا شخص ما كان سايب عندي امانه كويس، والشخص دوت انا يعني حصلت معايا مشكله معاه وعطيته الامانه بتاعته، دي كانت امانه فلوس، بس بعد ما عطيته الامانه بتاعته جيت افتكرت وافتكرت الفلوس لقيت ان الفلوس دي ناقصه.
فانا دلوقتي انا ما بكلم الشخص ده اللي انا عطيته الامانه ما بكلمهوش، ازاي ان انا ارجع له الفلوس دي؟ هو ما طالبكيش بالفلوس كامله؟ هو ما يعرفش ان الفلوس كامل اللي هو كان شايلها عندي. بس انا بعد ما عطيتها له قعدت احسب عرفت ان هو دي مبلغ صغير عندي، فانا دلوقتي ما بكلمهوش وخايفه ان انا ابعت له يخونني او يفتكر ان انا خدت اكتر من كده. فانا مش عارفه اعمل ايه، هل ان انا اطلع ممكن الفلوس دي لله ولا ان انا اعمل ايه؟ هو مش هو عايش وموجود؟ اه عايش موجود، بس انا قطعت علاقتي بيه. طيب يا هدى هنسال يعني ايه، وبمعنى اصح يعني انا طردته من بيتي. ماشي يا هدى. معانا اتصال تاني؟ معانا اتصال تاني يا شباب؟ ايه؟ ايوه ايوه يا ايه اتفضلي. ازيك يا ايه؟ ممكن بس اتصل مع الشيخ على سؤال بخصوص الورث او كده؟ قولي. دلوقتي انا واخواتي ووالدتي معايشة، نمتلك عربية كان بابا يعني جابها لنا وهو توفى. وهو سايب لنا العربية دي، هي مصدر دخلنا الوحيد. وانا عندي اختي بتتجوز وعندي اخويا لسه بيدرس. فالعربية دي هي مصدر دخلنا الوحيد. فدلوقتي جدتي من اللي هي والدة بابا عايشة. فهي مصممة انها تاخد ورثها في العربية دي، مع ان العربية دي هي المصدر الوحيد ويعني الدخل بتاعها يا دوب يكفينا. وهي دلوقتي مصممة وكل اوراق العربية متعطلة، عايزة تاخد ورثها وتقعد تزود في حقها الشرعي ان هي عايزة تاخد اكتر كمان من نصيبها. فاحنا مش عارفين نتعامل معاها ازاي، وهي لو لا قدر الله توفت اولادها هيدخلوا في الورث ده. فهل يعني احنا نتصرف معاها ازاي واحنا مش عارفين اصلا نديها فلوسها لان العربية يا دوب بتكفينا. فاحنا مش عارفين نتصرف معاها ازاي. ماشي يا ايه، حاضر. طيب نرد على هدى فضيلة الشيخ. الإساءة اللي مش قادرة تنساها بالرغم إنها قالت له أنا سامحتك، بس من جواها مش عارفة تسامحه، وكل شوية نطلها البلاوي اللي هو عملها فيها، تنطلها كده كل شوية مقصرة، يعني مخليها مشحونة من ناحيته. في حلين. الحل الأول الزمن. الزمن بينسي حاجات كتير. يعني ممكن النهاردة أنا اختلفت مع الأستاذة دعاء وحصل بيني وبينها مشكلة، فالمشكلة شاخصة قدامي فمش عارف أنساها. بعد اسبوع وشهر وسنه خلاص كل هذا سيزول. تمام. فالزمن هيزيل المشكله، ده حل اول. الحل الثاني انه اذا كانت المشكله ملحه عليها ومش قادره تصبر حتى يزيل اثر المشكله الزمن، فيبقى لازم تروح لدكتور نفسي. الدكتور النفسي بيديها علاجات سلوكيه، يعني عادات معينه تعملها، كلمات معينه تقولها، حاجات معينة تخرجها من حالة الحزن أو التذكر. بس الكره والبغض ده فضيلة الشيخ، يعني بعيدا عن الطب النفسي، في حاجات كده يعني دايما الطب النفسي يقول له ايه، انت لازم تبقى عايز تحبه عشان اخليك تحبه، يعني في حاجات مش هيعرف يخش فيها هو. لا هيعرف. انه يقول خلي واحد يحب حد غصب عنه. لا هيعرف، عشان عندهم حاجة اسمها الاستجابة الشرطية، بيديله عادة محبوبة بالنسبة له يعملها كل ما يشوف الشخص ده، فتنتقل الحب والهيام بالعادة دي للشخص ده. يمكن الدكاترة النفسيين بيعرفوا يعملوا حاجات كتير. عايز اقول لحضرتك ان انا شاكك ان الاستاذة هدى عندها وسواس قهري، فلما تروح للدكتور النفسي هيفهم كل هذا، انه كل شوية يطلع لها الموضوع ده كل شوية ويطاردها. أيوه. طيب هي في حد سايب امانة عندها فلوس ورجعت له الفلوس ناقصة، ترجع له فلوسه الباقية عن طريق حد يكون واسطة بينهما. يعني النهاردة أنا ما بكلمهوش، لكن في فلان الفلاني كان يعرفني ويعرفه، فهدي له المبلغ ده وأقول له من فضلك وصله لفلان، وأقول له أن أنا كنت كاتبة ورقة بالمبالغ اللي أنا كنت بجمعها عندي بتاعته، وبعدين لما رجعت له الفلوس لقيت الورقة بعدها بفترة، فجمعت الورقة لقيت أن فيها فرق، فهو ليه عندي المبلغ ده. تمام. بتقول لك ممكن يشك فيا، احنا مالناش دعوه يشك ولا ما يشكش، احنا عايزين نرضي ربنا. اللي يهمنا هنا ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، ما تطلعهاش لله ولا الكلام، ورد الحقوق الى اصحابها. ما تطلعهاش لله طبعا، لان صاحبها راجل عايش. طيب ايه بقى، ورثوا عربيه من ابوهم وهي مصدر دخلهم، والجده عايزه تاخد نصيبها في العربيه، وهم مش معاهم يدوا الجده. لازم يفوضوها ويقنعوها انها تاخد نصيبها من العوائد. يعني النهارده العربيه دي بتساوي 200,000 جنيه. وعائدها الشهري بيساوي مثلا سي 10,000 5,000 زي ما يكون.
الجده ليها في الحاله دي السدس، فاحنا بنودي لها كل اول شهر سدس الربح، نقول لها يا تيتا ولا يا ستو الان احنا الربح بتاع العربيه بيساوي 6000 جنيه، فحضرتك ليكي 1000 عشان انت ليكي سدس الربح، كل شهر يوصلك 1000 جنيه، ده جزء من الربح اللي هو الخاص بيكي لغايه اما تكمل، لغايه اما يجي لنا فلوس ونعرف ندي لحضرتك ثمن سدس العربيه، هنيجي لغايه عندك ونديكي سدس العربيه ثمنها وتكتبي لنا تنازل ان انت خلاص ولا خطفك. يحسبوا سدس الارباح ده من ثمن العربيه؟ لا، ما هو دلوقتي احنا عندنا احد صورتين، ان هم يتمنوا يعني العربيه، يعني لو هي ليها 10000 جنيه وبيدوها في الشهر 500 جنيه يفضلوا يحسبوا 500 لغايه ما يوصلوا ل 10 ويبقى كده خدت حسابها؟ لا غلط. مال هي احد صورتين، الصوره الاولى نتمن العربيه ونديها سدس ثمنها النهارده وتتنازل عن حصتها وخلصنا، تمام. الصوره الثانيه ان احنا نديها السدس من الربح مستمرا على طول على طول لغايه ما نخلصها، لغايه ما نروح نديها فلوسها على الترابيزه. معرفناش نديها فلوسها على الترابيزه يبقى هي مشتركه معانا في سدس الربح كل يوم، كل تمام. شهر، كل سنه وهكذا. تمام. ياسمين، يا ياسمين. ايوه الو، اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت عايزه اتواصل مع حضرتك بخصوص الحلقه من حوالي 4 ايام بخصوص حلقه السحر. ايوه الله يبارك لك. كنت عايزه في متصله كانت بتقول هي معمولها سحر فرعوني او كده، كنت عايزه اتواصل. الله يبارك لك. انا في حاله مصر كلها يا فضيله الشيخ بعد الحلقه دي كلموني، ده اللي طلعوا بيه، يعني عايزين نمره الراجل اللي حل للست دي القصه بتاعه السحر. وانا مش عارفه اجيب نمرته منين، هي اصلا كلمتنا في التليفون احنا ما نعرفش نمرتها، يعني السيده الفاضله اللي اتصلت وقالت على السحر الفرعوني ما ثبتش رقمها ولا حاجه مع حضرتك. لا انا مش معايا رقمها، ثبت لكم رقمها يا بنات؟ ما اعتقدش انها ثبت الرقم. ومصر كلها لدرجه انه في ناس اتصلوا بيا عايزين، انا طلعت في المقدمه قلت كان معمول لي سحر زمان ومش عارفه ايه، وابويا راح، ابويا الله يرحمه والراجل الله يرحمه والبلد الله يرحمها، يعني عايزين نمره الراجل اللي فكلنا السحر من مثلا 30 سنه حاجه كده يعني. الله يبارك لك. لو تعرفي رقمها او اعرف اتواصل معاها، او هي لو هي سامعانا دلوقتي تقدر مثلا تتواصل معانا او تقول رقمها ايه او كده، لان فعلا هو والله بص هي لحاله نفسيه انت مش متخيله. انت انا بقالي 4 سنين في نصب وكذب ودجل وشعوذه، فالله يبارك لك. لو هي سامعانا او تقدري تقولي لها مثلا تتواصل معانا تاني او تقول رقم الراجل ايه او اسمه ايه، لو هو فعلا حتى لو بياخد فلوس بس عامل الحاجه دي مش نصب او احتيال او كده نفسيا. وانت بقالك 4 سنين مش عارفه تخرجي من اللي انت فيه ده؟ 4 سنين حضرتك ورحمه امي، 4 سنين دلوقتي من الكذب للكذب، من النصب للدجالين، مفيش واحد بيتقي الله، واحد بيتقي الله، لولا الواحد بيقرب من ربنا او كده، لولا الواحد عارف يعيش حياته، انا بيتي هيتخرب. فالله يبارك لك. لو طب ما يمكن في مشاكل، ايه علاقه ده بالسحر؟ خالص خالص صدقيني، انا لولا عارفه ان ده بسبب اللي معمول لي منه لله اللي عمل كده، ولولا عارفه ده، لولا عارفه ان انا زي ما بيقولوا كده بمايل مع الريح، لكن انا عارفه ان جوزي هو مش في طبيعته. لولا عارفه ان هو ده اللي بيحصل بسبب اللي معمول، وهو وكل اللي يجي يقول في حاجه معموله، لكن للاسف مش عارفين يعملوا حاجه. هو مش عارفين طبعا اختراعات وكذب وهنعمل كذا، ما في لدرجه رحت للشيخ عمرو الليثي نفسه. الله. كله اقري كذا واستحمي كذا كلام، يعني اللي هو ايه ما فيش حد عارف يعمل حاجه. ماشي يا استاذ ياسمين، رحنا والله انا بقول يعني مش حاله نفسيه ولا طيب. انا بشكر حضرتك، انا الحقيقه مش عارفه الموضوع ده، وفضلت الشيخ كان عندي راي واحد هو ما اعتقدش انه هيغيره ولا فضلت الشيخ ما زال بيسال ويقول اشمعنا السحر عندنا في مصر يعني، واشمعنا السحر عندنا في المنطقه العربيه، اشمعنا يعني؟ طب ليه كل دول العالم ما عندهاش سحر ولا كلام من ده؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القران والسنه ان سيدنا النبي سحر وسحره واحد اسمه لبيد بن الاعصم، وعمل سحر بكيفيه معينه مفصله في كتب السنه، ربنا شفاه ازاي؟ ببساطه شديده بقراءة المعوذتين وبقراءة آية الكرسي. لا 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 لا، خدي بال حضرتك، في حاجة اسمها نفسية. لولا ان انا يعني مؤمنة اسمحيلي في حاجة اسمها نفسية قوية قادرة على الخروج من الأزمة
وفي حاجة اسمها نفسية قابلة لأنها توهم ولأنها تخدع ولأنها تسير وراء الأفكار حتى ولو لم تكن هذه الأفكار صحيحة. أنا النهاردة ممكن أجيب واحد وأقعده قدامي وأقنعه 100% إلى إن هو معمول له سحر، وهو بالمناسبة مش معمول له سحر. طيب خليها معمول لها سحر، والراجل الوحش اللي هي بتقول الله يسامحه عمل لي سحر، طيب ما هو السحر ده معناه إيه؟ معناه إن في جن داخل جوه جسمي، وسيدنا النبي قال لنا إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب نعمل إيه يا سيدنا رسول الله؟ قال ضيقوا عليه مجاريه بالجوع، يعني نصوم، يعني نذكر، يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نجتهد في حياتنا، نقوم بدري، نروح شغلنا، نقرأ قرآن، نسبح كثير، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نصلي على سيدنا رسول الله. هذا هو علاج السحر، هو ده اللي هيزيله، فهيختنق هذا الجن ويموت أو هيخرج من الجسم. طب لو هي كده، هي بتقول تقريبا جوزها، وجوزها بقى ما بيعملش ومش مطلع. فندم حضرتك دي مأساة، دي بتقول بقى لي 4 سنين أربع سنين وماشية وشفت نصابين وشفت ناس ما عندهاش ضمير وما بتتقيش ربنا، يعني حضرتك دي متبهدلة. وبتقول لك لولا ان الانسان يعني بيتقي الله وبيحاول انه ما كانش كذا قدر يكمل، ما كانش الدنيا مشيت، وهي متأكدة ان في سحر. بالمناسبة 90% ما فيش سحر، كل الحكاية اختلاف طبائع الحياة. هتلاقي المشكلة الأساسية عندها، وأنا مش بخمن بس ده نتيجة تكرار الحالات، إنه في مشكلة بينها وبين زوجها، وإنه في سوء تعامل، وإنه في كذا وكذا وكذا. أهو سوء التعامل واختلاف طبائع الحياة ده بسبب السن، بسبب إنها محتاجة استشارة لمركز من مراكز تقديم الاستشارات الزوجية. كل للأسف الشديد 100% من الحالات اللي بتجيلنا بتبقى حلها كده، مش 90، 100%. وأنا لو حضرتك هي قعدت معايا وفصلت الكلام وقالت تفاصيل، هقول لها المشكلة في 1 2 3 4، روحي اعملي كذا وكذا وكذا بس. والحكاية كلها لا هي سحر ولا بتاع، ده كلها اختلاف أنماط حياة، اختلاف وظائف حياة، اختلاف طبائع حياة، وهي مش قادرة تشوف كده. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ محمد عبد السميع، منورنا دايما. احنا فاصل وبعد الفاصل معاكم على الهواء مباشره. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. مفيش حد ما بيضعفش قدام الاكله اللي بيحبها، يعني لو جبت لي قعدت واقوى الناس اللي في العالم وجبت له حته شوكولاتايه كده ولا حته صباعين محشي او مش عارفه ايه، هيقول لك الا ده، الا الاكل، يعني الا الحاجه اللي احنا بنحبها ومتعودين عليها طول عمرنا. طيب ازاي نعمل توازن بين الاكل اللي احنا بنحبه ونقدر ناكله، يعني برضو من نفسنا ناكل الاكل اللي احنا بنحبه وفي نفس الوقت ما نتخنش. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، وحصل على دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين اللي عايزين يخسوا معانا. اللي عايزين يخسوا عايزين ياكلوا في نفس عايزين ياكلوا. ناكل ازاي ونخس ازاي؟ طب على فكره هقول لكم النهارده على وصفه حلوه في الاكل يقدر اي بيت ان هو يعملها بطريقه سهله وهيلثي جدا. يعني قول، يعني تحب الباميه الاول؟ طبعا كلنا بنحب الباميه. بس ولادي ما بيحبوهاش بس انا بحبها. طيب هي طريقه سهله ممكن نعملها مع الباميه او اي خضار. زي ما احنا بنسلق اللحمه او الفراخ بالطريقه العاديه خالص بتاعتنا، وبنحط معاها بصله. بعد ما بتتسلق بناخد الشوربه بتاعتها والبصله ونحطها في الخلاط، ومعاها 5 حبات من الطماطم ونضربهم مع بعض. بعد ما بنضربهم بنحطهم تاني في الحله، ونبتدي تاخد غلوه واحده بس، يعني دوبك تغلي. بعد كده بنسقط فيها اللحمه وال سواء بقى كانت باميه او سواء كانت فاصوليا. طريقه عمل الباميه دي الطريقه دي حلوه قوي وهيلسي وما فيهاش تسبيكه وما فيهاش اي سمنه. وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. يعني بشوربه اللحمه. شوربه اللحمه او الفراخ. ما هي شوربه اللحمه والفراخ بينزل فيها الدهون. ما بتبقاش بنفس الدسم اللي احنا ممكن ناخده من السمنه نفسها. لان في الفات متقسمه نصين. في نص من الفات اللي هو بيبقى مشبع، وفي الفات الانساتوريتد اللي هي الغير مشبعه. فلما بنبقى واخدين حاجه زي سمنه مصنعه او حتى الزبده، دي بتبقى كل الفات اللي فيها مشبعه ودي الضاره، دي اللي بتعلي الكوليسترول داخل الجسم. تمام. لما بنبتدي ناخدها من الشوربه لا، بناخد اللي هو اللو فات، فبتبقى عباره عن دهون غير مشبعه. طيب ايه اللي يخليني مثلا ما اضربش الحله كلها؟
يعني انا دلوقتي جعانه وعايزه اضرب كميات، ايه اللي يخليني اكل من الباميه بس بكميات قليله؟ ناخد الالياف بقى، ناخد الالياف الطبيعيه. يعني الالياف الطبيعيه ديت الفايبرز من الحاجات الاساسيه والمهمه اللي هتقدر تخليني تملى المعده بتاعتي وهاكل كميه قليله. واحس دايما ان انا شبعان مش عايز اكل. الحقيقه الكلام دوت وورلد وايد عالمي. حتى النهارده بالذات يعني احنا اخترنا دكتور ديفيد ليدويتش. دكتور ديفيد ده هو بروفيسور ورئيس قسم التغذيه بجامعه هارفارد في كامبريدج في الولايات المتحده الامريكيه. جامعه طبعا عريقه جدا، يعني من 1636 اول ما نشات، من اكبر الجامعات على مستوى العالم. بيتكلم عن الالياف الطبيعيه ليها ثلاث وظائف اساسيه للتخسيس. فايه رايك نشوف الفيديو مع بعض؟ تعالى نشوف الفيديو. طيب. We tend to think of fiber as a simple substance, something that you can take as a supplement. But fiber really has a range of very interesting and complex functions. First off, fiber isn't a single molecule. It's a collection of dozens or hundreds of different substances from plants that are not well digested and absorbed, and instead have a variety of ways of influencing our digestive process and our biology. So fiber has three key roles. One is that it slows down the digestion of carbohydrate. So if you eat carbohydrate-containing food, sugar or starch, that has natural fiber, it slows down digestion, it keeps blood sugar from rising too much, and that controls insulin levels, which has very beneficial effects on the body. The second thing that fiber does is it carries along a host of other protective vitamins, minerals, and what are called phytochemicals, plant chemicals that help calm down chronic inflammation and promote good metabolic function. And the third thing that fiber does is feed our gut microbiome. The bacteria in our gut that we are now discovering play a critical role in not just good digestion, but overall health. So fiber is like the fertilizer for a healthy internal bacterial garden. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. طيب حضرتك بقى اشرح لنا كده سريعا هو بيقول ايه في الفيديو ده. طيب هو دكتور ديفيد برضه عشان اللي ما تابعش معانا من اول الحلقه، هو رئيس قسم التغذيه في جامعه هارفارد في الولايات المتحده الامريكيه. تمام. هو بيتكلم ان الالياف الطبيعيه هي مش عنصر واحد، يعني لحد فاكر ان هي عنصر واحد، لا هي مجموعه من العناصر. العناصر ديت لما بتخش جوه الجسم بتساعد الانسان على انقاص الوزن. ازاي بقى او ايه الثلاث وظائف الاساسيه اللي بتعملها جوه الجسم؟ اول وظيفه ان احنا جسمنا لما بناخد سكريات او بناخد كربوهيدرات دي بتعلي مستوى السكر في الدم، وبالتالي الانسان في الحاله ديت بيبقى اكثر عرضه ان هو يصاب بمرض السكر من النوع الثاني تايب 2 دايبيتس. فالالياف الطبيعيه لما بتخش جوه جسمنا بتبتدي انها تمتص هذه السكريات وتمتص الكربوهيدرات وتخلي الجسم نفسه ما يمتصهمش، وبالتالي بيحافظ على معدل السكر جوه الدم. فلو حد مريض سكر بيشاهدنا دلوقتي مهم قوي 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 ان انت تاخد الالياف الطبيعيه. طيب. لانها هتساعدك كتير في العلاج. طيب. الحاجه الثانيه والمهمه، جسمنا لما بيتعرض للضوء او الشمس بيحصل له حاجه اسمها تمثيل غذائي ضوئي. معناها ايه؟ معناها ان الجسم بيبتدي يحول هذا الضوء او الشمس بيحولها لفيتامينز ومعادن جوه جسمنا. ودي اساسيه قوي، من اهمها طبعا فيتامين دي. الالياف الطبيعيه بتساعد الجسم على هذه عمليه التمثيل الغذائي الضوئي. فيحتفظ الجسم بكل المعادن والفيتامينات. عشان كده بنلاقي الشخص اللي بيخس على الالياف الطبيعيه تلاقي دايما جلده هيلثي حلو، تلاقي وشه منور، ما تلاقوش اتاثر بعمليه انقاص الوزن او التخسيس. تمام. طيب انا عايزه اسال حضرتك بعض الاسئله اللي ممكن الناس يكونوا بيسالوها. اولا، هي في ناس متوقعين انه هي سريعه المفعول، يعني بنخس على طول، هل هي بتخسس على طول ولا بتاخد وقت على ما الجسم يتعود عليها ويبتدي يخس؟ طيب هو سؤالك حلو، لان كل واحد بيدور على النتيجه. طبعا دكتور انا عايزه اخس بين يوم وليله، او انا عندي فرح بعد 5 6 ايام فعايزه انزل 5 6 كيلو. الكلام ده لوجيك غلط طبعا، مش هيحصل. ولو حصل هتلاقي في حاجات جوه جسمنا بتتاثر. طبعا الالياف الطبيعيه احنا بنخس بالمعدل العالمي بتاعنا اللي هو متوسطه 6 كيلو، ولكن في
في اجسام بتبقى فيها individual variation ممكن تخس اكتر، يعني في ناس ممكن تاخد الالياف تخس 8 و10 كيلو في الشهر، ودي نسبه حلوه جدا. الى جانب كمان ان احنا جسمنا بيبقى معبي ميه كتير، فالالياف بتخلص الجسم من الميه الزايده اللي موجوده كمان في جسمنا. طيب حلو قوي، لانه ده سؤال. في مثلا حد كان قايل انه خس مثلا يعني الجسم اول ما في اول اسبوع بيخس اكتر من الاسابيع اللي بعد كده طبعا، ولا لانه اتخض انه هو في الاول كان بيخس بمعدل اكبر وبعد كده بدا يعني الكيلوات تنزل تبقى اقل؟ حضرتك ترد على ده بايه؟ ده طبعا لما بنحطه على الان بادي ويت، ميزان اللي هو الان بادي، بنلاقي نسبه الميه عنده بتبقى زايده قوي. فاحنا بنخلصه من الميه دي. الميه دي لما الجسم بيتخلص منها زايده فبيبتدي بينزل نزول سريع. بس انا ما نزلتش فاتس، انا نزلت الميه الزياده، فطبيعي انه بعد كده الفاتس تنزل الفاتس بقى بتبتدي تنزل بمعدل تاني اقل. فهو لا بالعكس، انت واخد ريزلت حلو قوي. والميه الزياده اللي جوه جسمك دي ضرر عليك مش نفع، فاحنا لما بنطلعها انت كده جسمك بيبقى مور هيلثي، اكتر حيويه واكتر نشاط. طيب حاجه كمان من الحاجات اللي بتتقال، انه انا بدات اشوف بقى ردود الافعال، حاجه بقى بتطلع معايا بقالك فتره وناس تبعت تقول لي جالي امساك. فموضوع الامساك ده ايه؟ المفروض ان الالياف دي حاجات طبيعيه ما جاله امساك؟ لا، ده هي بتعالج الامساك. يعني خلينا برضو الكلام اللي انا بقوله مش كلامي انا. او انا مش طالع بقول كلام علشان اقول ان الالياف يا جماعه حلوه. ده كلام وورلد وايد عالمي. تمام. فخلينا نروح لجامعه هارفارد برضو كاتبه عن دراسه عن موضوع الالياف بتعالج الامساك المزمن. يعني هنشوف هنا في جامعه هارفارد، والموقع على فكره اوفيشال ويب سايت حتى موجود على النت لو الناس حابه انها تخش عليه. بيقولوا ان الامساك ده من الحاجات المنتشره جدا جدا في الولايات المتحده الامريكيه، وامساك مزمن ما بيقدرش ان هو الشخص حتى على العلاجات التقليديه ان هو يتعالج منه. بالعكس، ده في مراحل بتوصل لامساك الناس بتتحجز في المستشفى. طبعا بيخشوا مستشفى ويتحجز منها. فبيقول ان الالياف الطبيعيه الفايبرز هي من اهم المكونات اللي لازم جسمنا ياخدها عشان نتخلص من الامساك المزمن، ما يبقاش فيه امساك. طب ده بيتم ازاي؟ عشان برضو كلنا بنحب نفكر ونعرف. طبعا لو رجعنا للفيديو بتاع دكتور هارفارد اللي هي النقطه الثالثه اللي كان بيتكلم عليها، جسمنا فيه بكتيريا نافعه. البكتيريا النافعه دي هي اللي بتساعد على عمليه الهضم. بتبتدي ان احنا لما بناكل بتساعد عمليه الهضم. فلما بتخش الالياف الطبيعيه، خلينا نشوف الفيديو اللي بيوضح طريقه عمل الالياف في الجسم كده، وحضرتك تشرح عليه انه يعني لما بتاخد الالياف هي يعني بتساعد على عمليه الهضم والبكتيريا النافعه دي بتعمل ايه. ماشي. مش الفيديو ده، فيديو ده دكتور ديفيد. الفيديو الثاني، اتفضل يا دكتور. طيب هو حتى يعني موضوع دكتور ديفيد في النقطه الثالثه بيتكلم عن البكتيريا النافعه اللي جوه جوه جسمنا، دي موجوده اوريدي ولازم نحافظ عليها. فالنقطه الثالثه بيقول لك ان البكتيريا النافعه مع الالياف بتساعد على عمليه التخصيب والحفاظ وتنميه هذه البكتيريا النافعه. تمام. فلو حد عنده امساك او اسهال يقدر ياخد الالياف، هتعالجه بصوره 100%. ده هنا هنشرح ازاي بقى الالياف لما بتخش جوه جسمنا. الالياف هي مش عنصر واحد، هي مجموعه من العناصر، في منها اللي بيدوب في الميه وفي منها اللي ما بيدوبش في الميه. اللي بيدوب في الميه بيبقى عامل زي الجيل في طريقه التحضير بتاعه، بيخش جوه جسمنا في المعده يملاها، فبنحس ان احنا خلاص شبعنا. في نفس الوقت هي ما بتتهضمش، فبتفضل فتره طويله جوه الجسم حوالي 8 ساعات موجوده داخل جسمنا، حاسس ان انا شبعان مش عايز اكل، محافظه لي على الفيتامينز والمعادن اللي موجوده جوه جسمي. كمان البكتيريا النافعه بتبتدي انها تزودها وتنميها، بحيث ان الشخص لو عنده التهاب في المعده، عنده قرحه في المعده، عنده امساك، عنده اسهال، بالعكس دي هتبقى نوع من انواع العلاج ليه. كمان بتقلل اللي هي الفايبرز اللي بتدوب في الميه، بتقلل من مستوى الكوليسترول اللي موجود في الجسم. تمام. والنوع الثاني اللي ما بيدوبش في الميه بيقلل نسبه الجلوكوز اللي موجود في الدم. فبالتالي حتى لو نسبه السكريات عندنا عاليه او حد مريض سكر، مع الالياف هتلاقي ان السكر بتاعك بيبتدي يتظبط احسن كمان من الصوره التقليديه اللي انت متعود عليها. طيب. فموضوع البكتيريا النافعه ده مهم قوي قوي قوي، ان احنا لما بنتكلم عليه نقول يا جماعه احنا بناخده حاجه طبيعيه 100% ما فيهاش كيميكالز خالص علشان ننزل وزنكم بشكل هيلثي.
طبيعي. حلو جميل. طيب خليني بقى اسالك، المفروض تعمل نتيجه كويسه في وقت قد ايه؟ وفكره حضرتك قلت انه الاستعجال وان انا عايزه النتيجه تظهر لي حالا، دي حاجه مش لوجيك، مش منطقيه ابدا. انه حتى الناس اللي بتعمل الرجيمات اللي هي الكيميكال وكده، يعني مجرد ما تشم الاكل تاني بتتخن على طول، يعني بتخس بسرعه جدا وبتتخن بسرعه جدا وبتتخن اكتر من الاول. فموضوع الالياف ده اولا بيساعد انه ياكل ايه، وبيخس في وقت قد ايه؟ طيب هو بيخس في وقت قد ايه؟ يعني هنحط الواحد مثلا، كل واحد بيبقى ليه جولز او ليه هدف عايز يوصل له. لو حطينا ان احنا متوسط في الشهر هننزل مثلا 6 كيلو، فلو انت مثلا وزنك 20 كيلو فانت محتاج 3 شهور هتنزل ال 20 كيلو دول. تمام. ممكن النسبه دي كمان تزيد. برضو من الحاجات المهمه ان انت بتاخد اورجانيك برودكت، الياف طبيعيه اورجانيك، مش عليها اي نوع من انواع الكيميكالز نهائيا، لان موضوع الكيميكالز على مستوى العالم انتهى. ما عادش موجود. خلاص صفحه واتقفلت طبعا. فلا احنا عايزين نخس عشان ان احنا نحافظ على كل خلايا جسمنا الداخليه. طيب احنا معانا اتصال، معانا منى. ايوه اهلا بيكي. ايوه معاك. اهلا يا منى، ازيك؟ اهلا حضرتك. قولي لي انت كان وزنك كام؟ كان وزني 135. وخدتي الالياف؟ اخدت الالياف ليها شهر. بقالك شهر بتاخديها؟ ايوه. خسيتي قد ايه؟ خسيت يعني يعتبر 8 كيلو. طب كويس، 8 كيلو في الشهر. كنت الاول نزلت اول اسبوع 2 كيلو وبعد كده 2 كيلو. وجيت اسبوع كده نزلت كيلو شويه، بعدين الاسبوع ده يعني نزلت كملت بقيت 8 كيلو ولا 100 جرام. وليه بتاكلي ايه بقى معاها؟ بتاكلي عادي ولا بتشبعك ولا ايه؟ لا هي بتشبع، هي نسبه كميه الاكل قلت جدا يعني الحمد لله. بس في حاجه، بس هي كده الواحد بياكلها قبل الغداء على طول. يعني ما بستناش ساعات النص ساعه، فما باكلش الكميات اللي هي بقى بتاعت الغداء المظبوطه، فببقى مبسوطه ان هي كده يعني. انما لما اكلها قبل الغداء بنص ساعه كانت بتفرق كميه الاكل اللي باكلها. يعني انت بتاكليها قبل الغداء على طول، يعني بتقومي زلطه الغداء؟ انا مثلا بنغري وانا بجهز ورا بعضه على طول، ورا يا دوبك اتحط 10 دقائق كده، 10 دقائق وتقومي متغدية. اتغدى. طيب وقولي لي عامله ايه في طعمها؟ والله هي ساعات بتموع النفس شويه كده، بس ساعات يعني ايه الواحد بيجيله حافظ كده ان هي خلاص بقى اتعودت خلاص. طيب مدام منى، انا كنت عايز اعرف منك، هل انت بتاخدي اي ادويه مصاحبه؟ يعني هل انت مثلا مريضه، عندك سكر، عندك قلب، عندك ضغط؟ ايوه عندي سكر وعندي ضغط. الضغط يعني ده باستمرار عالي، بس انا لاحظت حاجه في الفتره الاخرانيه ان السكر دلوقتي بقى فاطر 155. وكان قبل كده كام قبل ما تاخدي الالياف؟ لا كنت بعدي ال 200 200 فوق ال 200 270. طب كويس قوي. طيب انت يعني انا وراح اقيس الضغط لقيته 130 اخر اسبوع بقى الاسبوع دوت. انا كنت فتره ما قيستش الحاجات دي، من اخر مره فعلا كنت عند الدكتور بتاعي الشهر اللي فات. تمام. لقيت الضغط 130 على 90. انا كويس. ما كانش بينزل عن 148 و 100 110. طيب انت كنت عملت اي عمليات قبل كده؟ انا عملت قسطره. قسطره في القلب؟ نعم. قسطره في القلب؟ ايوه قسطره في القلب. تمام. طيب انت الادويه اللي انت بتاخديها بتاعت السكر، لما تابعتي بتتابعي مع دكتور اكيد بطنه مش كده؟ ايوه. المعدل بتاع الدواء الدكتور قال لك ايه؟ هتقلليه ولا هتدنه زي ما هو؟ لا انا لسه هروح له، انا الاسبوع دوت ظبطت كده، ما بقتش مصدقه ان السكر 155 لانه ما كانش بينزل كده خالص. فرحتي اكيد اول ما عرفت ان السكر بيقل. انا هروح له ان شاء الله اشوف هيظبطوا لي ينزلوا ولا هقيس السكر تاني عنده برضه وهو يظبط لي بقى اخد الادويه ازاي. جميل، شكرا ليكي يا منى، وان شاء الله كده تكلمينا وانت خاسه خالص، يعني 80 كيلو كده حلو. حلو كده جدا. طبعا ميزه ان الواحد لما بياخد الياف طبيعيه ملهاش اي علاقه بالادويه اللي هو بياخدها، فيقدر ياخدها بشكل تام، مفيش اي تفاعل جوه الجسم، لانها حاجه ناتشرال، حاجه من الطبيعه. بلس على كده ان انا لو حتى مريض سكر، انت عارفه ان الوطن العربي كله وفي مصر تحديدا نسبه المرضى بتوع السكر عاليه قوي. يعني اكبر حتى من النسب العالميه اللي المفروض تكون موجوده. بالظبط. فحتى لا ده انا هقلل لك كمان من جرعات الدواء اللي انت بتاخدها.
فدي ان انا بحافظ لك على جسمك اكتر. في حاجه مهمه قوي كمان يا دعاء، ودي الحقيقه للاسف بنشوفها هنا في مصر، ناس بيخشوا على انظمه غذائيه سيئه وقاسيه وبيبقوا اكتر ريسكي واكتر خطوره ان هم يتعرضوا لامراض، يعني يكون هو مش مريض سكر ونتيجه ان هو بيتعرض لنظام غذائي قاسي انه يجي له سكر. فالواحد بيحزن على الناس دي. تمام. انه نتيجه اكل معين يجي له سكر من الاكل ده؟ بيبقى بياخد نظام غذائي قاسي قوي. والنظام القاسي دوت بيؤدي ان هو يصاب بمرض السكر. من الرجيم القاسي. اللي هو بيسموه رجيم كيميائي، اللي هو ما هو انا فوجئت مره لقيت واحده صاحبتي عايشه على عصاير بس. يعني طب بمناسبه العصاير على فكره، عشان برضو الساده المشاهدين على مستوى العالم قسموا في لندا حمراء زي اشاره المرور كده، ولندا صفراء، ولندا خضراء في الحاجات اللي احنا بنشربها. فاللندا الحمراء ديت اللي احنا نمتنع عنها تماما، كل العصاير اللي بتبقى مخلطه بنكهات. يعني احنا لو شفنا على علبه العصير بيقول لك فيها 10% 20% 30% دي لندا حمراء على طول، اشاره حمراء بيقول لك ما تاخدهاش. الحاجات اللي فيها صودا برضو ما تاخدهاش، دي لندا حمراء. اللندا الصفراء اللي هي انت متوسط في الخطوره بتاعتها، اللي هي بتبقى الحاجات اللي فيها دايت صودا دايت، والعصاير اللي هي نسبه 100% برضو المعلبه. ده انا بحب الدايت ده جدا. دي صفرة. بس دي يعني ايه؟ يعني تعدي. ممكن نعديها؟ نعديها، ما هي صفرة بقى. صفرة مش حمرا. بين البنين يعني. انا الدايت ده على عايشه بيه. الاخضر السكيمد ميلك اللي هو اللبن، وفي نفس الوقت كمان الميه، سواء الميه اللي هي المعقمه او اللي هي بتبقى موجوده في ازايز، دي بتبقى لندا خضراء بنقدر احنا ناخدها ونشربها يعني. طيب ايه المحظورات مع الـ الالياف؟ يعني ايه الحاجه اللي حضرتك تقول لا ممنوع معاها؟ كل حاجه فيها دهون مشبعه زي الاكل اللي هو الفاست فود، الاكلات السريعه، الاكلات اللي فيها دهون زياده، الحاجات اللي فيها عصاير معلبه. دي مش محببه خالص فتره، يعني نلجا على طول للفريش. يعني حتى العالم كله بيتجه للمنتجات البايو اللي هي الاورجانيك. فابتدي على قد ما اقدر ان انا يبقى حاجتي كلها احاول ان انا اشوف فيها الحاجه الهيلثي، ان انا اقدر اخدها وانا مطمن. جميل. دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، وحاصل على دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونشوفك في حلقه قادمه ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.